يبي كان اخبارات كعالم كان رئيس الوزراء ايثيوبيا ابي احمد ايام ما انت قاري مقالات جيجي حرون تمام ملك الصومال ايثيوبيا وانا بوقشدي يقول الرئيسي وكنت ملك بحسن علي سببت اني انت حفيزك وقبطي وفدي ادو بلارنا ايوه قامري وحنا كوسو دويه مقالات جيجي بقلال دوينه هلكاس كوسو غنو هركعي مدحوينها دولة الديغان كالصوماليدا أبي أحمد أيا لا شيء أنت أو جوجا مقالة جيجي إنه بيوقن دونه مشاريع له رمرين تهل كاسي كسعودا سيدو كلا وحا ولا كلمة دونا قيمها كلا دونا بلوشدا ولا جيسن دونه درين كو دي وحا أي تبان أيان الوزراء عصب إثيوبيا أيا لا فيلا يعني اسبدل أوكي إنه وحا ونكسو جدا قومية دا أورمدا ومدين كودن بيه كعضون كلا جرتي ما ملك دل كاسي كارمية بوقشديسا أيا إيمانا إيسا إيدو صوماليدو أي تهي قومية سدحات إثيوبيا أقوب بدان إسلامر كان إجران جبهته بيسن او سوماليد ku kacsan dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la filayaa inuu dhageysto odayaasha wax garadka deegaanadaasi Itoobiya muddooyinka u dambeeyay ku jirta qalaasa siyaasadeed ayaa la aaminsan yahay in hoggaamiyahan wax badan ka bedeli doono sida ay sheegayaan dadka arrimaha siyaasadda indheeya.